بسم الآب والابن والروح القدس إله الواحد آمين. أحبائنا أهلا بيكم في موعدنا مع دراسة عن إيجابيات في القداس الإلهي. إن شاء الله النهاردة نكمل آخر جزء في القداس. إحنا زي ما اتفقنا مع بعض بناخد أجزاء متفرقة من القداس، مش ماشيين بالتسلسل. وزي ما اتفقنا قبل كده في كام حلقة اللي فاتوا، بناخد حاجات إيجابية بتبقى مهمة جدا في القداس وغايبة عننا، وبالتالي لما تغيب عن فكرنا مش بنعرف نستفيد خالص من أي مرة نحضر بيها القداس. عشان كده احنا خدنا كذا جزء متفرق من القداس الإلهي وشرحنا إزاي نستفيد من وجودنا في الكنيسة وقت القداس مع بعضنا. آخر جزء النهاردة هناخده في القداس، احنا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت وقلنا ان القداس ده قصة خلاص، والقصة بتنتهي في السماء لما كلنا ان شاء الله هنطلع الأبدية، ويبقى ده مكاننا النهائي. في كل مرة بنحضر قداس السماء، احنا بنتفتح على السماء وبنعيش جو روحي، وبنشوف بعيننا الروحية السماء المفتوحة والعلاقة مع الله ومع القديسين ومع الملائكة، وبنشترك في الصلوات وبنشترك في التسبحة وبنشترك مع بعض إلى نهاية القداس، لغاية لما ناخد جسد الرب ودمه. احنا آخر مرة اتكلمنا على السبع أواشي وقلنا ازاي نستفيد من السبع صلوات اللي الكنيسة حطاهم، وكل مرة أبونا يصلي صلوة من الأواشي الشماس بيرد والشعب بيرد. ولما قلنا لما الشعب يرد على صلاة الأوشية نحط في دماغنا أو في اعتبارنا إن الصلاة دي مش تحصيل حاصل أو بس كده زيادة للوقت، لا، مهمة جدا جدا إن إحنا نشترك في صلوات الأواشي مع أبونا ومع الشمامسة. آخر حاجة النهاردة بقى، بعد ما الأواشي بتخلص أبونا بيصلي والطلبة بيقول صلوا من أجل الذين قدموا لك هذه القرابين واللي تقدمت عنهم واللي تقدمت بواسطتهم، قلناها دي يعني المرة اللي فاتت. النهاردة هنخش بقى في المجمع، والمجمع الكنيسة حطاه عشان نقدر نشوف مع بعض ازاي السما والناس اللي في السما مشتركين مع الناس اللي في الارض اللي هم احنا لسه بنجاهد. الكنيسة المنتصرة، الكنيسة اللي عدت بحر العالم وانتصرت بالمسيح وبتتمتع دلوقتي بالأبدية السعيدة ما لا نهاية. واحنا كمان لما بنروح الكنيسة وبنقف في القداس بنفتكر إخواتنا اللي فيه اللي سبقونا قبل كده، ونطلب صلواتهم وبنصلي من أجلهم، وهم برضو بيصلوا من أجل الكنيسة اللي بتجاهد لسه في الأرض. فزي ما قلنا القداس قصة خلاص تنتهي في الأبدية، فإخواتنا وآبائنا اللي سبقونا قبل كده في الأبدية وراحوا السما، إحنا بنذكر بعض الناس منهم، مش كل القديسين بنذكرهم، ومش كل الشهداء، ومش كل المعترفين، ومش كل الرهبان. بنذكر أجزاء أو بناخد يعني زي أقول عينات كده من الناس بنفتكر بيها آبائنا القديسين اللي في السماء. وطبعا كل القديسين اللي الكنيسة بتذكرهم في المجمع
دول غلبوا وانتصروا ودلوقتي في المجد مع ربنا. لما بنذكر بقى القديسين، ذكر القديسين في المجمع ده يرفعنا كلنا للسماء، ورغم ان احنا لسه في الارض في الجسد، بس الكنيسة بتقول لي وبتقول لكم، بتقول لكل واحد فينا بعد ما المسيح حل بالروح القدس على الكروبين وتحولت بقت جسد الرب ودمه، والفداء اللي عمله المسيح على الصليب موجود معانا على المذبح، المسيح المذبوح عن خطايانا وعن خطايا العالم كله، أصبحنا إحنا في السماء. أصبحنا إحنا دلوقتي واقفين في السماء في حضرة ربنا وحضرة القديسين وحضرة الملائكة. لما الكنيسة تبتدي تذكر المجمع تبتدي بالعهد القديم، يقول لنا كده: لأن هذا يا رب أمر ابنك الوحيد أن نشترك في تذكار قديسيك. ده أمر إن إحنا نذكر القديسين آبائنا اللي سبقونا وراحوا السماء. وبيقول: تفضل يا رب أن تذكر جميع القديسين آبائنا الأطهار، الآباء دول الأطهار، رؤساء الآباء. مين هم رؤساء الآباء الأطهار؟ اللي هم إبراهيم وإسحاق وإيه؟ ويعقوب. فبنذكر الآباء دول أبرار العهد القديم، قديسين العهد القديم. وزي ما قلنا القداس بيحكي قصة الخلاص، وإحنا لسه على الأرض بننتظر في الزمن على الأرض هنا، وبس بنحيا في السماء وإحنا في القداس. إحنا أيوة في الأرض، بس وقت القداس بنتخطى الزمن بتاع الأرض ده، بنعدي الزمن بتاع الأرض كأننا مش في السماء، كسوري كأننا مش في الأرض. عشان كده مش كويس خالص لما واحد يكون بيصلي وكل شوية يقعد يبص في الساعة كأن واحد زهق، أو واحد يقول إمتى بقى نمشي، إمتى نرجع الأرض، إمتى نروح نخش العالم تاني. يعني إحنا في القداس ما بنصدق نطلع بره العالم، ما بنصدق نطلع بره مشغوليات ومشاكل وأمور العالم، ونقعد الساعة أو الساعة ونص أو الساعتين حتى لو كتر القداس، وده ما بيحصلش. إحنا عارفين ظروف الناس، دول فترة صغيرة جدا وجميلة جدا إحنا فيها في حضرة ربنا. فبيقول رؤساء الآباء، مين هم رؤساء الآباء؟ هنا بقى بيقول الآباء الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء. رؤساء الآباء دول اللي هم الأسباط الـ12 الـ12، وزي ما موجود في سفر الرؤيا يوحنا الرائي قال إنه شاف أورشليم السمائية وفيها 12 باب وعليها أسماء الأسباط الـ12، فبنذكرهم آباءنا الأطهار، رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين. الأنبياء بقى عندنا إن كان الأربعة الكبار أو الـ12 نبي الصغيرين اللي نبوتهم كانت صغيرة، يعني دول كلهم أبرار العهد القديم. فلما بنقول أذكر رب الأنبياء دول والرسل بتوع العهد القديم، الكنيسة عايزة تقول لنا إن هم دول انتصروا وفي السماء وبيصلوا من أجلنا، وإحنا بنصلي نطلب صلواتهم عننا وشفاعتهم. الكنيسة بتقول إن هم أحياء زي ما ربنا قال: أنا إله إيه؟ أحياء وليس إله أموات. دول بتوع العهد القديم. وبعد كده يخش على العهد الجديد، آباء العهد الجديد، فبيقول
ال 12 رسول بعد كده آباء الأطهار ورؤساء الآباء والأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل والمبشرين. الرسل اللي هم يا كانوا ال 12 تلميذ أو ال70 رسول اللي عينهم رب المجد بعد ال 12 تلميذ. بعد كده يقول المبشرين، المبشرين الناس اللي بتبشر، الناس اللي بتعمل تبشير زي فيلبس مثلا. لو رحنا في أعمال 8 هنلاقي قديس فيلبس كان بيبشر. فدول الآباء اللي بتبشر. ولو احنا شفنا رسالة أفسس أقراها لكم، لو شفنا رسالة أفسس الإصحاح الرابع، شوفوا قديس بولس كاتب لستة عن الآباء دول، فبيقول إيه في أفسس؟ أفسس 4 عدد 11، شوفوا يقول إيه؟ وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة ومعلمين، لأجل تكميل القديسين لعمل الخدمة، لبنيان جسد المسيح، إلى أن ننتهي جميعنا إلى وحدانية الإيمان ومعرفة ابن الله، إلى إنسان كامل لقياس قامة ملء المسيح. فهنا القديس بولس صنف الآباء وقال إدى ناس تكون رسل وأنبياء ومبشرين ورعاة ومعلمين لأجل بنيان الكنيسة. فهنا بنذكر كل الآباء المبشرين، وبنذكر كل الآباء اللي تعبوا في الخدمة برضو. بنقول اذكر يا رب آباءنا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين. ففترة المجمع مش فترة راحة برضو، أو الواحد ياخد كده ينام 10 دقايق لغاية لما أبونا يخلص. لا، يا ريت كل مرة نسمع فيها مجمع القديسين نطلب شفاعة القديس اللي أنا صاحبي أو صديقي أو شفيعي، أطلب صلواته عني وعن خدمتي أو عن بيتي أو عن أمور أنا بطلب منه إنه يشفع فيا فيها، وبذكره في القداس. فإحنا دول زي ما اتفقنا راحوا السماء وعايشين في السماء مع رب المجد يسوع. بعد كده في طغمة اسمها طغمة المعترفين الشهداء، الإنجيليين، المبشرين والإنجيليين. الإنجيليين هم مين؟ اللي هو متى ومرقس ولوقا ويوحنا، بنذكرهم. والشهداء، كل الشهداء، احنا بنذكر بس عينة صغيرة من الشهداء، إنما لما نطلع فوق السماء هنشوف جيش ما يتعدش من جيش الشهداء والمعترفين والصديقين الذين كملوا في ايه؟ في الايمان. واحنا طبعا عارفين ان المعترفين ماتوا من غير سفك دم، بس ايه، اتعذبوا وشافوا عذابات من اجل ايمانهم او من اجل التعليم السليم، حصل ليهم زي عذابات كتيرة، زي مثلا قديس انبا صمويل اللي عينيه في دير الأنبا صمويل في مصر، اللي عينيه اتشالت من كتر العذابات اللي كان بيشوفها. ده معترف من المعترفين، اتألم عشان خاطر المسيح وما تسفكش دمه، بس احتمل الآلام الكبيرة جدا من أجل محبهم للمسيح. الصديقين الذين كملوا في الإيمان،
الكنيسة بعد كده بتخصص بعض الأسماء بقى، فدول يعتبروا المجمع على فكرة. الحبة الأولين دول ممكن نسميهم مجمع القديسين، لأن إحنا خدنا كل الآباء وخدنا كل الرسل وخدنا كل المبشرين والإنجيليين، كل دول يعتبروا مجمع لوحدهم. بعد كده بنخص بالأكثر بقى القديسة المملوءة مجدا العذراء كل حين، والدة الإله القديسة الطاهرة مريم التي ولد الله لنا الكلمة بالحقيقة. أول ما نشوفه في السماء طبعا نطلع تشوف المسيح وجالسة عن يمينه الملكة، جلست عن يمين الملك، هي فوق كل الرتب السمائية، فوق الشروبيم فوق السرافيم فوق الكل، أمنا العذراء الطاهرة مريم جالسة عن يمين الملك. بعد كده بنذكر حد مهم جدا، يوحنا المعمدان، لأن المسيح قال عليه إنه إيه أعظم مواليد النساء. بعد كده القديس العظيم استفانوس، لأنه أول شهيد في كنيسة العهد الجديد من الشمامسة الخدام، أول واحد يكرز بالإنجيل من غير ما يتمسك بالعوائد اليهودية، أو من غير ما يقول لازم الواحد يبقى يهودي الأول ويختتن وبعد كده يخش المسيحية. لا، القديس استفانوس لو نشوفه في سفر الأعمال 7 اتكلم عن الموضوع ده، عشان كده اليهود كانوا ضده، وفي الآخر اترجم وشاف السماء مفتوحة وابن الإنسان أو ربنا ومخلصنا يسوع المسيح عن يمين العرش الآب. فأول شهيد في الكنيسة في العهد الجديد القديس استفانوس بعد يوحنا المعمدان طبعا، أول الشهداء وناظر الإنجيل وناظر الإله الإنجيلي ماري مرقس الرسول الطاهر والشهيد. بعد كده طبعا لما نذكر ماري مرقس من شفيعنا، هو من غيره ما كناش هنعرف الإيمان. فشوفوا قد إيه سحابة الشهود اللي حوالينا واللي بنصلي كل قداس. وزمان يعني كان أنا كنت أسمع إن البابا كرولس بيشوفهم، وقديسين كتير زي البابا كرولس كان يشوفوا الآباء لما يذكروا أساميهم في المسبح في القداس كانوا بيحضروا. فإحنا الآباء دول بيحضروا، وبإيمان 100% بنثق إن هم بيحضروا معانا في كل صلاة قداس لما نذكر أسمائهم. يعني فيا ريت فترة صلاة المجمع المقدس اللي بيقدس أفواهنا وبيقدس أفكارنا، مجمع القديسين ده اللي بننطقه في كل قداس، يا ريت ناخد الموضوع ده جد ونطلب شفاعة كل قديس. أفواهنا بتتقدس وقلوبنا بتتقدس من أسماء القديسين الموجودين في المجمع بتاع القديسين. بعد كده حطينا عينة من البطاركة المصريين بتوع الكنيسة القبطية، وبطاركة من الكنايس ماشية معانا في نفس الإيمان، كنيسة رسولية أرثوذكسية زينا. فبعد كده يحط اشترك في الإيمان بقى، زي مثلا في المصريين بقى بتوع مصر، كنيسة مصر اسكندرية البابا ايه أثناسيوس وكرولوس، وبابا كرولوس قديس كرولوس والقديس ديوسكوروس، ومن كنائس أنطاكيا يحط لنا القديس ساويرس البطرك والقديس يوحنا ذهبي الفم بطرك القسطنطينية. وبعد كده حط لنا القديس باسيليوس والقديس إغريغوريوس الناطق بالإلهيات. دول مش من مصر، من كنيسة شقيقة، فبرضو الكنيسة بتحط أساميهم لأنهم بطاركة عظام وكان ليهم عمل جليل في الكرازة وعمل جليل في حفظ الإيمان الأرثوذكسي. فالكنيسة عندنا حطت أساميهم في المجمع تطلب شفاعتهم.
بعد كده نختم المجمع بالرهبان والقديسين الكتير اللي بنسمع أساميهم في القداس، وناخد منهم برضو عينة، الأب أنطونيوس، الأب بولا، الثلاث مقرات القديسين وجميع أولادهم. شوف بقى أولادهم كانوا قد إيه. فكل مرة ناخد بركة القديسين دي، يا ريت ما نسرحش بره أسامي القديسين دول لأنهم بيحضروا معانا في القداس. بعد كده بنصلي ونقول صلوات بقى لآبائنا الجسديين اللي انتقلوا، أو أصحابنا من أهلنا من معارفنا. كل مرة بنحضر قداس وفي ناس بتتنيح، بنذكر أساميهم وبنطلب إن ربنا يرحمهم، وبنطلب برضو إن هم يصلوا من أجلنا أمام عرش النعمة. بعد كل الصلوات دي بقى بتاعت الآباء والرهبان وآبائنا الجسديين العلمانيين وإخواتنا وكل الناس دول، نطلب لحن حلو قوي، الشماس يقول القارئون فليقولوا أسماء آبائنا البطاركة القديسين الذين ركضوا، يا رب نحن نفوسهم. فيجي مرد حلو خالص، الشعب بيقوله مع الشمامسة، اللي هو بعد ما أبونا يقول تفضل يا رب نيح نفوس الناس اللي اتنيحت، بنقول بركاتهم المقدسة تكون معنا آمين، والمجد ليك يا رب. نرجع المجد لربنا ونقول يا رب نطلب رحمتك من أجل آبائنا اللي انتقلوا، أو إخواتنا أو قرايبنا، وبنطلب نياح ليهم. في كل قداس بنذكر أساميهم، بنصلي ونطلب في اللحن ده يا رب ارحمنا وارحمهم، نيحهم، وخلينا يا رب نكمل الطريق زي ما هم سلكوا. بعد كده نقول أولئك يا رب الذين أخذت نفوسهم، ونطلب تاني أبونا نيحهم في فردوس النعيم في أورشليم السمائي. وبعد أبونا بينبهنا بيقول لنا نحن أيضا إيه الغرباء في هذا المكان. فناخد بالنا كل مرة القداس أبونا يقول ونحن أيضا الغرباء في هذا المكان، لازم فعلا نصدق بكده، ولازم نعرف إن مدينتنا وبيتنا مش هنا، ولازم نفهم قوي إن إحنا مهما طال الوقت بينا على الأرض هيطول قد إيه مكاننا فوق في السماء. نحن أيضا الغرباء في هذا المكان. فنعمل إيه لما إحنا نعرف إن إحنا غرب في هذا المكان؟ نطلب نقول يا رب احفظنا في الإيمان، احفظنا في إيمانك، وادينا السلام بتاعك إلى إيه؟ إلى التمام. بعد كده بنصلي، أبونا يصلي صلاة حلوة جدا، يقول إيه؟ اهدينا يا رب إلى إيه؟ إلى ملكوتك. إحنا عايزين يا رب نروح السماء. أما إحنا أبونا قال ونحن أيضا الغرباء، بيركز تاني ويقول اهدينا يا رب إن إحنا نروح مكاننا. اهدينا يا رب للطريق وما نضلش الطريق يا رب، ونوصل للأبدية زي ما إخواتنا وآبائنا وصلوا قبلنا. أوعى يا رب تسمح إن حد مننا يتوه. أوعى يا رب تسمح إن حد مننا رجليه أو قلبه أو عينه يزوغ عن طريق السماء. فنطلب ونصلي عنا يا رب إن إحنا نوصل زي ما آبائنا وصلوا. بعد كده ما يخلص المجمع وتخلص اللحن اللي احنا بنقوله ده، في حاجة كمان لما قلناها احفظنا في إيمانك قلتها لكم دي،
نمسك قوي في وعود الله، نمسك قوي في الصلوات اللي الكنيسة حطتها لنا، ونقول يا رب فعلا عايزين يا رب نتحفظ، احفظنا يا رب من كل شيء يبعدنا عنك يا رب. انت يا رب مبارك، انت يا رب اسمك مبارك، احنا يا رب متكلين عليك، متكلين على مراحمك وجودك وكرمك يا رب. محتاجين كل مرة نصلي الصلاة دي نقول يا رب احنا عايزين نسكن السماء، احنا عايزين يا رب نكمل زي اخواتنا ما كملوا، واحنا بنتكل عليك يا رب وعلى نعمتك وعلى وجودك. ونشكرك يا رب انك بتخلينا نشترك مع القديسين كل مرة بنحضر قداس ونقف جنبهم ونصلي معاهم. بعد كده بقى في صلاة أبونا يقول إيه؟ صلاة شكر، وأيضا فلنشكر الله دائما الكل. ليه؟ لأنه أتى بنا، لأنه جعلنا أهل أن نقف في هذا الموضع المقدس اللي هو السماء، الكنيسة هي السماء، في هذا الموضع المقدس، ونرفع إيدينا ونقدم الذبيحة والشكر ونخدم اسمه القدوس. أشوف الكنيسة حطت لنا ترتيب إزاي جميل قوي، إن بعد كل ده، بعد ما حصل كل الطلبات وصلينا كل الصلوات وذكرنا كل الآباء البطارقة والآباء الرسل والمبشرين والمعترفين وكل الرهبان العينات اللي إحنا خدناهم في المجمع دول، الكنيسة تحط لنا آخر صلاة بتقول احنا نشكرك يا رب ان احنا شفنا القديسين دول بعين الايمان، نشكرك يا رب ان احنا اشتركنا مع الاباء دول في الصلاة، وسمحت لينا ان احنا نقف في السماء معاهم يا رب، وشفنا احبائنا وشفنا اخواتنا في السماء بيصلوا من اجلنا واحنا بنصلي من اجلهم، واحنا على الارض، واحنا يا رب نفسنا نكون في السماء معاهم. ولغاية يا رب لما نطلع احنا بنتسند على نعمتك وبنتسند على جسدك ودمك اللي بناخده كل مرة في القداس، كل مرة بنيجي ناخد قوة تدفعنا نكمل بيها حياتنا لغاية لما نوصل السماء. فاحنا يا رب بنشكرك لانك بتسمح لينا ان احنا نقف في القداس في هذا الموضع ايه المقدس. اخر حاجة في القداس يجي أبونا يصلي صلاة اسمها صلاة القسمة، وصلاة القسمة دي بتكشف لينا التمن اللي دفعه ربنا عشان يخلصنا ويخلص البشرية. دي بقى زي ما بيقول يعني نهاية الرحلة اللي بتيجي في القسمة المقدسة، بنشوف بقى المسيح دفع دمه الغالي عن من أجل كل واحد في صلاة القسمة. لما أبونا بيصلي صلاة القسمة بيقسم الجسد، يقطعه كده بطريقة معينة تلت وتلتين، يعني دي مش شغلتنا النهاردة إن إحنا نعرفكم إزاي بتتقسم القربانة، بس أبونا بيقطع القربانة لأجزاء، وفي حتة في الوسط كده اسمها الإسباديكون اللي هي المسيح نفسه، والجسد ده المتقطع ده اللي أبونا بيقعد يقطع فيه ده، ده يشبه جسد المسيح اللي اتمزق بقى من الجلد ومن المسامير ومن الشوك ومن الحق، اللي اتبهدل اتقطع. اللي يشوف اللي منكم يشوف الفيلم بتاع الباشن اوف كرايست يشوف قد ايه العذابات والألمات، يعني دي صورة أقرب للحقيقة، يعني قد ايه اتألم وقد ايه جسده كان بيتقطع وبيتنطور كده في كل حتة. فأبونا بيعمل نفس الحكاية، المسيح اللي مات على الصليب ده هو ده التمن اللي دفعه فيا وفيكم وفي كل واحد، إنه اتقطع حتت واتمزع من أجلنا كلنا. كل مرة أبونا بيقسم القربانة نفتكر إنه عمل ده عشان بيحبنا، نفتكر
انه عمل كده عشان عايز يخلصنا. ارجوكم يا جماعة، وقت القسمة ده وقت مقدس جدا جدا، برضو زي بداية القداس. مش برضو نقعد نبص في الساعة وامتى ابونا هيخلص، يا القسمة دي طويلة يا ابونا يخلص القسمة قصيرة. ساعات احنا ككهنة بناخد قسمة صغيرة عشان وقتكم، مش عايزين تقعدوا اكتر، وبرضو غلطة مننا على فكرة ان احنا بنقصر في الوقت. بس معلش يعني، ربنا يسامحنا عشان انتوا برضو عندكم التزامات وعندكم مصالح تانية لازم تقوموا بيها برضو. فموضوع القسمة دي في الآخر ده التمن اللي دفع المسيح من أجلنا عشان يفتح لينا باب الفردوس ونرجع تاني مرة أخرى. فبعد ما أبونا بيقسم الجسد بياخد كده الحتة اللي في الوسط دي اللي هي الأسبادكون دي في الآخر، بعد ما بيقسموا ويحطوا جنب بعض كده ويقربوا لبعض ويرفعوا 3 مرات من على الصينية. طبعا محدش فيكم بيشوف الحكاية دي لأن انتوا واقفين ورا، ممكن الشمامسة اللي جنب أبونا هي اللي بتشوف بس. فأبونا بعد ما يقطعهم خالص يقربهم لبعض ويرفعهم 3 مرات، دي دليل على إن المسيح قام في اليوم إيه التالت، وجسده في إيه في آثار المسامير وآثار الحربة وآثار العذابات دي كلها كانت في إيه؟ موجودة في جسد المسيح. علامة الحب، علامة الجرح دي فضلت في إيد ورجلين وجنب المسيح. ده المسيح القائم من الموت اللي أبونا بيقعد يرفعه كده 3 مرات وهم إيه ولما يجمع الجسد تاني مع بعض. ممكن كمان صلاة القسمة بتقول لنا الجزء الإسبادكون اللي في الوسط ده في القربانة ده اللي بيمثل المسيح، أبونا بيحطه جوه الكاس يملاه بالدم، وبعد كده ينزل وإيه ويمشي على كل الأجزاء المتقطعة وكل الأجزاء المكسرة. لا سوري، مش مكسرة، متقطعة، لأن مفيش في المسيح جسد حاجة، مفيش حاجة اتكسرت في المسيح على الصليب. فكل الجسد المتقطع ده إيه أبونا يمشي كده بالإسبادكون دي على كل جسد المسيح. الدم بقى اللي هو إيه اللي طلع، اللي اتنطور، اللي راح في كل حتة. عايز يقول لنا يعني مكان المسامير ومكان العذبات ومكان الجلد، دم المسيح غرق جسده كله من كل ناحية. فده اللي بيعمله أبونا على المذبح بالإسبادكون دي. وبعد كده أبونا بيحط الإسبادكون مش بوشها كده، بظهرها، من الوش بتاعها من على الظهر كده، يقلبها كده بالظبط كأن المسيح نام على ظهره على الصليب وفرد إيديه والعساكر مسمروه في إيديه وفي رجليه بالظبط. بس طبعا محدش بيشوف الحتة دي ولا حتى الشمامسة اللي واقفين في الهيكل مع أبونا. أبونا ياخد الإسبادكون كده بيجي حاططها بظهرها كده على إيه جوه الدم. فلما المسيح حطوه على الصليب دي علامة يعني بنقولها لكم. بعد كده إيه اللي بيحصل؟ أبونا بقى بيحط الإسبادكون زي ما قلت لكم ويغمس بيه دم ويمشي على كده إيه كل جراحات المسيح. هي دي لحظة بقى إيه بعد كده، لحظة القيامة. إيه اللي يحصل بقى في القيامة؟ يبقى في صلاة القسمة هقول لكم بقى دلوقتي، في صلاة القسمة المسيح دفع الثمن. المسيح اللي دفع الثمن عندنا، الكونكلوجن يعني النهاية خالص بالنيابة عننا عشان إحنا نعيش وندخل إيه الفردوس مرة تانية. بعد كده أبونا بقى خالص بعد ما يقول الاعتراف، الاعتراف الحسن إن المسيح اعترف أمام بيلاطس البنطي وسلمه عنا على خشبة الصليب، والقصة كلها بتاعت الخلاص أبونا يقولها في الصلاة الأخرانية، ويحط كده لفافة بيضة على الصينية فوق النجمة دي كده ويرفعها كده لفوق. وأول ما أبونا يرفعها بالقماشة ويلف كده، الناس بتقول حاجة
والشمس بتقول بصوت عالي: مبارك الآتي باسم الرب. بتسمعوها أكيد، تلاقي شماس كده واقف بالصليب وشمعة: مبارك الآتي باسم الرب. دي بقى تدل على إيه؟ حاجة مهمة جدا، المسيح القائم من الأموات اللي جه تاني على السحاب عشان ياخد المؤمنين، ياخد ولاده بقى معاه اللي جاي على السحاب. القماشة البيضة دي تمثل يعني إيه؟ السحاب، وتمثل الكلاود يعني، ده رمز للمجيء التاني لما أبونا بيلف كده على المسبح. هنا بيشرح لينا سر المجيء التاني. بنتذكر المجيء التاني بتاع ربنا، دي الرحلة بتاعت السماء، رحلة القداس. والخدام بقى الشمامسة، رحلة القداس بتنتهي بلحن جميل قوي اسمه ايه؟ سبحوا الله في جميع قديسين، المزمور 150. دي التسبيحة الجميلة بقى اللي الشمامسة بإيه؟ بيسبحوها. كل حاجة بتسبح ربنا، فين دي بقى؟ دي في السماء. المزمور ده جزء من السماء، كل حاجة بتسبح، كل حاجة بتشكر، كل حاجة بتسجد لربنا فوق في السماء. دي أكتر فرحة لما أبونا بيكون بيناول الشمامسة تسبح الإيه؟ المزمور ده. هي دي رحلة الخلاص بتاعتنا أحبائي لما نوصل السماء. صعب بقى إن الواحد إيه ما يتأملش في الحاجات دي، ومش حلو خالص إن الواحد يتوه في القداس ولا يسرح في القداس، والواحد يقول القداس ممل، واحد يقول أبونا صوته مش عارف إيه، أبونا بيسرع، أبونا بيبطأ، حاجات كتيرة قوي بتخش القداس وتكعبلنا، وما بنستفيدش أبدا من بركة وصلوات القداس. ونطلب كده إن الروح القدس يحرك مشاعرنا كلنا ويخلينا نركز ونفرح بالقداس ونفرح بالخلاص اللي كل مرة بنحضر فيه القداس بناخد البركة. ربنا يبارككم، وربنا يقبل صلواتكم وصومكم. كل سنة طيبين. صوم الميلاد ابتدى، احنا دلوقتي خلاص اولموست اسبوع اهو، ابتدينا الاربع اللي فات، اولموست 1 ويك يعني دلوقتي. فربنا يبارككم ويحافظ عليكم إلى الأبد آمين. بشفاعة العذراء مريم وصف كل القديسين آمين.